السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مربى الأناناس بطريقة سهلة وبسيطة. سبق وحضرنا مع بعضنا مربى الطماطم وحضرنا مربى البرتقال. تو نخلي لكم الروابط متاعهم في صندوق الوصف. إن شاء الله الناس اللي تشاهد القناة أول مرة تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وتخليوا لي تعليقاتكم التشجيعية وتحاولوا تبرجوا الفيديو متاعي مع الأصدقاء والمعارف. بالنسبة للمربى متاعنا اليوم نحتاجو حبة متاع أناناس. الحجم متاعها يقعد على حسب الموجود عندكم. الحجم هو يعني اللي من بعد يحكم في الكمية اللي باش نتحصلوا عليها. لهنا أول حاجة باش نبدأ بها باش نقشر الحبة متاع الأناناس ونوزن الكمية كلها يعني وزن صافي باش نعرف قديش هكاك نحط كمية متاع سكر. نكمل إن شاء الله العملية هذية ونرجعو نكملو بقية المراحل. هذه حبة الأناناس توا بعد ما قشرتها باش نقطعها قطع صغيرة باش هكاك تسهل لي عملية الرحيان. نكمل إن شاء الله نقطعها ومن بعد نرجع لكم. هذه هي كمية الأناناس توا قطعتها الكل باش نكمل نرحيها في المولينكس نتحصل عليها عصير لكن من غير ما نزيدها حتى قطرة ماء. نرحيوها فقط أناناس صافي. والوزن اللي تحصلت عليه كيلو و100 غرام باش نضيف عليه كيلو و100 غرام من السكر. تقدروا انتم تنقصوا في الكمية متاع السكر كيما تقدروا زيادة تعوضوا بالسكر البني. نكمل ان شاء الله نرحيه ومن بعد نرجع لكم. هذايا هو توا الخليط نتاعنا نتحصلوا عليه بالشكل هذايا بعد ما رحيناه. يكون خاطر شويه وما يستحقش كيما قلت لكم باش تضيفوا له الماء على خاطر هو بيدو مازال باش يطلق الماء وقت اللي نضيفوا له السكر ومازال كي باش يغلي زاده. تشوفوا قداش يطلق الماء. باش نضيف له كيلو و100 غرام سكر نفس الوزن نتاع الاناناس وباش نضيف عليه نصف عصير نتاع ليمونه ونشعل عليه النار. هذا هو توا بعد ما ضفنا عليه السكر شوفوا كيفاش بدا يتحل. هنا مازال الغليل شعلنا عليه النار وهو ديجا يشوفوا كيفاش يعني بدا يطلق في الماء. ضفت عليه نصف عصير الحامضه وباش نشعل عليه النار لهنا. في الاول باش نشعل النار قويه نخليه يوصل حد الغليان ومن بعد باش ننقص النار نخليها نار قليله باش هكاك ما يتحرقش وما يفيدلكمش على الغاز. توا ان شاء الله هي كيف يوصل قريب الطياب ونوريكم كيفاش يلزم يكون القوام نتاعو. هذايا هو توا المربى نتاعنا حضر. كيف تحصلوا عليه بالشكل هذا اللون نتاعو يغمق ويشيح من الماء اللي فيه الكل ويخثار. هذايا لهنا مازال يغلي لكن مازال كي باش يبرد باش يعقد. وانتوما باش تجربوه تعرفوا اللي هو تاخذوا شويه من المربى تحطوه في صحن وتخليوه يبرد باش تعرفوا القوام الصحيح نتاعو. هذايا هو توا المربى نتاعنا في الشكل النهائي نتاعو يكون هكا كيما شفتوا يكون عقد ويكون مزيان. تقدروا تستعملوه في حلويات مختلفه. نتمنى ان شاء الله الفيديو هذا ينال اعجابكم وان شاء الله تجربوا الوصفه وتنجح لكم. بالنسبه لطريقه الاحتفاء سهله من المستحسن انكم تحتفظوا بهم هكا في بيبز باللار يعني قراعي باللار وتعقموهم قبل ما تحطوا فيهم المربى نتاعكم. طريقه التعقيم سهله على الاخر الناس الكل يعرفوها. تغليوا القراعي نتاعكم في الماء سخون وتخرجوهم من الماء تخليهم يستقطروا من بعد تنشفوهم بزيف نظيف وتعبيوا فيهم المربى نتاعكم وتسدوا عليهم. قبل ما تسدوا عليهم تحطوا البلاستيك الغذائي باش يفصل بين الغطاء وبين البلار ومدة الصلاحية تقعد مدة طويلة. إذا كان ما كنتش باش تفتحوهم يقعد حتى 6 أشهر وإذا كان باش تفتحوهم يقعدوا زادة مدة طويلة لكن يلزمكم تستحفظوا بهم في الثلاجة. ماذا بكم تحطوهم في قراعي صغار باش هكاك كل قرعة تحلوها تكملوها في مدة قصيرة. لهنا ما تبقى لي كي نقول لكم نودكم ومن شهيكم وقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يتوم علينا وعليكم النعمة ونتقابلوا إن شاء الله في فيديو آخر. وقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.